السلام عليكم. الفيديو ده الهدف منه نعرف ازاي نحجز امتحان CPHQ. في الاول احنا هندخل على السايت بتاع البورد nhq.org زي ما مكتوب قدامنا كده، وهنبدأ ندوس على كلمة CPHQ الموجودة عندنا دي. اوكي، هندوس على CPHQ. اوكي، او هندوس هنا على CPHQ سوري دي CPHQ exam. اوكي، فيا اما هندوس على دي يا اما هندوس على التانية. فمبدئيا هندوس على CPHQ exam. اوكي، then apply for the exam. اوكي، طبعا قبل ما نمتحن المفروض ان احنا نكون زرنا الهايبر لينك ده بتاع testing centers. يعني testing centers هيقول لي اللوكيشن اللي انا همتحن فيه. لو انا مثلا في السعودية، فين التستنج لوكيشن اللي ممكن امتحن فيه؟ لو انا في مصر امتحن فين؟ لو انا في الكويت امتحن فين؟ وهكذا. فدي طبعا تزوروها قبل ما تبدأوا اصلا تحجزوا الامتحان. لما نيجي نحجز هنعمل الخطوات دي CPHQ و apply for the exam. اوكي، انا عايز احجز الامتحان. لما بندوس على اللينك ده هنعمل هنفولو الانستراكشنز بتاعه الموقع. هو هيطلب مننا ان احنا نفتح اكاونت ونملى ابلكيشن. اوكي، من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تبقى معانا قبل ما نبدا نحجز كارت فيزا، مش شرط يبقى باسمنا، باسم اي حد، بس يبقى فيه الاماونت بتاع الفيز بتاعت الامتحان اللي هم 440 دولار. كمان المفروض يبقى معانا الاي دي بتاعتنا. اوكي، اسمنا في الابلكيشن لازم يكون مطابق للاي دي، لان هو ده اللي هدخل بيه اللوكيشن بتاع الامتحان. يعني اللجنه بتاعتي هدخلها لازم الاسم اللي موجود في الاي دي بتاعي يكون مطابق للاسم اللي انا حجزت بيه الامتحان، فدي مهمه. كمان المفروض نبقى عارفين الزيب كود بتاعنا. زيب كود اللي هو الرقم البريدي بتاع المكان اللي احنا فيه. كل مكان بيبقى ليه رقم بريدي، وهو ده اللي هيستعملوه في ان هم يبعتوا لنا الشهاده عليه. اوكي، فالرقم البريدي. يبقى ثلاث حاجات لازم نجهزهم: الفيزا، مش شرط تكون باسمنا، الاي دي بتاعنا، والزيب كود بتاعنا نبقى عارفين. بعد ما نملى الابلكيشن اللي هنشوفها اونلاين هيبعتوا لنا الايميل دوت، هيقولوا لنا ان يو ار اليجيبل فور ذا اكزام. اوكي، يور اليجيبيليتي هاز بين ابروفد، ولازم تعمل سكيدولينج بيفور الديت الفلاني دوت. وطبعا احنا قلنا قبل كده ان وانس ان انا بملى الابلكيشن وبدفع الفلوس لغايه ما ادخل الامتحان، المده دي بنسميها الاليجيبيليتي بيريود، ودي اقصاها 90 يوم. لو زودت عن 90 يوم يبقى لازم هحجز من الاول وهدفع الفيز بتاعه الامتحان من الاول. اوكي، فهو هنا بيديك الاكسبيريشن بتاعه الاليجيبيليتي دي امتى، بحيث ان ده اخر يوم تقدر تدخل فيه الامتحان. اوكي، وبعد الايميل دوت هنلاقيه بعت لنا ايميل بيقول لنا لو سمحت ابعت لنا السبعه items دول. ده ايميل مكتوب بيجي زي ما هو كده. هيطلب منك السبع حاجات دول. حضرتك هتعمل reply على GoAmp، هو نفس الايميل ده هو نبعته كده. يبقى احنا في التو في الايميل هنحط العنوان دوت. تمام، في السبجكت بتاعت الايميل هنكتب certified professional in healthcare quality examination، هننقل دي وهنكتبها هنا. اوكي، يبقى ده الايميل اللي هنبعته للبورد، تو العنوان ده والسبجكت CPHQ examination. وهنبعت لهم في الايميل الرد بتاعنا هنقول له نمبر 1 الفيرست واللاست نيم، اسمي الفول نيم بتاعي. نمبر 2 هنكتب نفس الجمله دي certified professional in healthcare quality. نمبر 3 الايميل ادرس البريفيرد بالنسبه لي ان هم يبعتوا لي عليه، whatever الايميل بتاعك، والسيلفون بتاعي النمبر التليفون بتاعي، وطبعا نكتب قبليه الكود بتاع البلد. لو انا مصر مثلا هكتب بلس 2. والاسسمنت سنتر لوكيشن ده هكون عرفته من خلال ما ادخل على اللينك اللي انا قلت عليه في الاول اللي هو التستنج لوكيشنز. فانت هتعمل كوبي بيست للمكان التستنج اللي لقيته سوتابل ليك، هتنقل نفس العنوان بتاعه هنا اهو. اوكي، وما تنساش طبعا تبقى كاتب فيه البلد اللي هنمتحن فيها. يعني احنا مثلا بالنسبه لنا ايجيبت، تمام، انا همتحن في كايرو. اوكي، وهنقل العنوان بتاع التستنج لوكيشن اللي هو اماديست اللي في الدقي. اوكي، نفس الكلام لو انتوا في بلد تانية يبقى هتكتب البلد
والمحافظة والتستنج لوكيشن هتنقل كوبي بيست من على اللينك نفسه. وبعدين بيقول لك اكتب لنا 3 dates you are available to test in order of preference. In order of preference مش in order of these dates. يعني قول لنا الثلاث تواريخ تقدر تدخل فيهم الامتحان. فأنا say مثلا أنا مناسب ليا يوم 1/9 ومناسب ليا أكتر يوم 15/9 أوكي وأقل واحد مناسب ليا هيبقى يوم 20/9 مثلا أوكي. فأنا بليست الديتس in order of preference. البورد هتيجي تشوف 15/9 دي يا testing location انتوا عندكو مكان فاضي يوم 15/9 لو اوكي يبقى هيديك confirmation ان ده التاريخ اللي انت حجزت فيه. لو مش اوكي يبقى هينقل عديت اللي بعده 1/9 1/9 عندكو فاضي لا مش فاضي يبقى هينقل عديت اللي بعده 20/9 هيديني confirmation ان ده فاضي. فهم في الاخر هيختاروا one date only. طيب فرضا ان انا اخترت ديت او يعني هم اختاروا لي الديت من اللي انا بعته لهم دول يوم 1/9 مثلا اوكي وانا جيت بعد ما هم عملوا لي كونفرميشن على 1/9 لقيت ان انا التاريخ ده ظهرت لي فيه ظروف واتيفر ومش عارف مش يعني اعتقدش ان انا هلحق ادخل الامتحان في الوقت ده. طب اعمل ايه؟ اللي هي one trial of rescheduling مره واحده بس اغير ميعاد الامتحان اعدله اوكي. فهقول هبعت لهم بقى ايميل تاني واقول لهم انا عايز اعدل ميعاد الامتحان بدل ما يبقى 1/9 هخليه مثلا يوم 20/9 مثلا يعني اوكي. وهم في الحاله دي هيبداوا يكلموك من الاول تاني هيقولوا لك طب لو سمحت ادينا 3 preferred dates وهيبداوا يتواصلوا معاك ودي هتبقى المره الوحيده بس اللي هتقدر تغير فيها تاريخ الامتحان. لو عايز مره تانية يبقى هتدفع فيز انا مش فاكره بصراحه الفيز بالظبط قد ايه بس هتدفع بينالتي هتدفع فيز على ان انت تغير الميعاد مره تانية. فاحنا هنا مره واحده بس نغير فيها. الاكزام سكور بعد كده طبعا في ايميل هيتبعت لنا في كونفرميشن ايميل هيتبعت لنا ان هو ان احنا خلاص حجزنا لك يوم كذا. الايميل ده اطبعوه اوكي وده تاخدوه معاكوا يوم الامتحان لان الايميل ده هيبقى فيه كود بتاعك فيه رقم كده كود سيريال نمبر كل كانديديت بيروح الامتحان بيبقى ليه سيريال نمبر معين. فالايميل ده تطبعوه تاخدوه معاكوا يوم الامتحان اوكي. بعد الايميل دوت هنروح نمتحن في خلال 48 ساعة هيتبعت لنا الاكزام سكور اوكي يو باست الاكزام او لا قدر الله يو فيلد اكزام وبيبقى شكله عامل كده اوكي. ده السكور ريبورت ده بيتبعت لنا على الايميل. زمان ما كانوا مانعين الحاجات دي على الايميل دلوقتي بقت موجودة. ده سكور ريبورت بيجيب لك هنا انا طبعا عاملة دي ايدنتيفيكيشن للورقة هنا بيجيب لك الاسم بتاعك والعنوان الادرس تمام وبيقول لك انت امتحنت يوم ايه وده الاي دي بتاعك سوري الاي دي بتاعك اهو ده الاي دي اللي هيبقى في الايميل اوكي. وبعدين يقول لك يو باست اوكي انت جاوبت على 100 سؤال الباسنج سكور كان من كذا وده طبعا متغير اوت اوف 125 وبيجيب لك الاكزام كاتيجوريز بتاعتك انت جبت سكور كام في كل اريا كونتنت اريا وفاينل يو هاف باست ذا اكزام. الشهاده الكرتون اللي هي بتاعت البورد بتيجي بعدها بحوالي شهرين ثلاثه تمام حسب المكان اللي احنا فيه والبريد خدمة البريد عاملة ازاي وكده بس هي بتاخد وقت يعني. That's all about الـ exam registration بتاع CPHQ. Good luck for all of you.